كانوا يعظمون من العام 13، العشرة الأخيرة من رمضان، والعشرة الأولى من ذي الحجة، والعشرة الأولى من شهر الله المحرم. هذه عند السلف كانت عشرات معظمة. هذه العشر يا كرام يفاضل أهل العلم فيها بينها وبين العشر الأخيرة من رمضان. وقد قال أبو عثمان النهدي رحمه الله تعالى: كانوا يعظمون 13، يعني السلف كانوا يعظمون من العام 13، العشر الأخيرة من رمضان، والعشر الأولى من ذي الحجة، والعشر الأولى من شهر الله المحرم. هذه عند السلف كانت عشرات معظمة، ولأن العشر الأخيرة من رمضان عشر مباركة عظيمة، فإن الراجح من قول أهل العلم أن أيام عشر ذي الحجة التي أنتم فيها أيها المسلمون خير من غيرها، وفضلها يعم الليل والنهار، لكن ليالي العشر الأخيرة من رمضان أفضل من ليالي العشر الأول من ذي الحجة لاشتمالها على ليلة القدر. وأما النهار فأيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام العشر الأخيرة من رمضان لاشتمالها على يوم النحر ويوم عرفة ويوم القر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر.